تحية لكم مشاهدينا من جديد، تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا في آخر محطة من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، الحديث حول دور مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج السياحي للسلطنة واستعراض النموذج أيضا لهذه المواقع من خلال حملة صلالة تعد تفاصيل مختلفة حول هذه المبادرة الشبابية الأولى من نوعها برفقة ضيفي أحمد مراد البلوشي ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي. مساك الله بالخير أحمد وحياك الله في برنامج من عمان. مساء النور والسرور، أو مثل ما أقول دائما يا أهلا وسهلا. يعني بداية نتحدث عن الفكرة وانطلاقتها. والله الفكرة كانت يعني كنا في تجمع لرواد التواصل الاجتماعي، طبعا أنا ما يعني ما راح هو الاسم المتعارف أو أكثر لما يجي الواحد يتكلم فيما بينهم يقول لك مشاهير السوشيال ميديا، لكن هذه الكلمة تضايق البعض، تقول لك لا ليش مشاهير، من قال لك؟ أنا ما أعرفه. وهنا نقطة مهمة، ما في مشهور يتفقوا عليه الكل. يعني مثلا خلنا نضرب مثال أساس نوضح النقطة، لو قلنا اللاعب المشهور كريستيانو رونالدو، أنا سألت أمي تعرفي رونالدو؟ قالت ما أعرفه. هو الشهرة هي تعتمد على الجماهير، على الذوق بالفعل يعني. إنه كل واحد توجهه لشخص معين مثلا، أو يعني أنا أتابع الشيء المعين مثلا كرة قدم راح أهتم لمشاهير أو البارزين النجوم الموجودين في هذا المجال، فكل واحد ومجاله. فشلينا اسم لهذا، بعدين قلنا مؤثرين، قال لا من قال لك؟ أنا ما أتأثر فيهم. قلنا رواد بعدين بعدين جينا على أساس نصالح الجميع وقلنا الرواد والرواد يعني ها هدت البعض عليها. فكانت تجمع لرواد التواصل الاجتماعي، كانت الفكرة أنه نحن كرواد التواصل الاجتماعي نريد نخدم القضية هذه. يعني مثل ما شفنا الإعصار لما كان إعصار ميكونو، لما يعني تعرض السلطنة أو للإعصار، أن كل خدم في مجاله، كل خدم في المجال اللي هذاك. فكان يعني من رواد التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا الاسم الأكثر متداول، أنهم لازم نريد نقدم حاجة. فكانت الفكرة أننا نحن نعرف أن موسم السياحة جدا مهم، صحيح، بالنسبة لنا لعمان، وبالذات في موسم الخريف، صحيح، في صلالة. ويعني إحصائية قريتها وما متأكد منها 100%، لكن الرقم اللي قريته يعني من شخص يعني أذكر هذا الرقم، أنه آخر سنتين تقريبا في 2017 و2016 تقريبا كان يعني العائد من السياحة في موسم الخريف فقط يوصل ما يقارب إلى 200 مليون ريال عماني. فالسياحة لها دور كبير. كانت الفكرة أنه في ناس يعني تأثروا بالإعصار، صحيح. طيب من بعد الإعصار في موسم خريف خلاص يعني على الأبواب، إيش نسوي الحين؟ نحن ما نريد يعني، ونحن نعرف أنه موسم الخريف دائما السياحة أيضا هي مصدر دخل للكثير من الناس اللي يشتغلوا في هذا المجال، سواء كان يعني يملك شقق، سواء كان مكاتب تأجير، أو كان مثلا أيضا من المرشدين السياحيين اللي موجودين هناك، والأغلب نحن نعرف في صلالة كثير الناس. فكانت الفكرة أنه نروح نحن كبداية بالتنسيق مع جهات رسمية، كانت غرفة التجارة الصناعية الموجودة في صلالة في قسم السياحة، نسقنا معاهم أنه يكون زيارة لنا ننقل الصورة، كانت هي الفكرة أن ننقل الصورة الحقيقية اللي موجودة هناك. لذلك كان الخلاف هل نسمي الحملة صلالة مستعدة أو صلالة تستعد. قلنا يا أخي لابد أن نكون ننقل الصورة بشفافية، لابد أن نكون واضحين. هالحين صلالة ما مستعدة بعدها، لكن هل تستعد؟ في تلك الفترة بالضبط. أيوة كانت مش أتكلم عن فترة بداية الحملة اللي كانت في آخر أسبوع من شهر رمضان تقريبا، نعم، لمدة 3 أيام. فكانت الفكرة أنه نروح وننقل الصورة لهم، هل صلالة مستعدة أو لا. فكانت الفكرة أن صلالة تستعد، وبالفعل رحنا وفي صور يعني حتى ممكن أنتوا حين تعرضوها جالسين، فالصور هذه تبين مدى يعني الشغل اللي كان موجود هناك من بلدية ظفار. طبعا نحن يعني في أول يوم التقينا هناك كان معنا، التقينا مع رئيس مجلس الشورى الشيخ سعادة الشيخ خالد المعوري، وثاني يوم أيضا التقينا يعني أو استضافنا أيضا رئيس بلدية ظفار الشيخ سعادة الشيخ سالم عفيد. فكان يعني الحملة حظيت بدعم منهم واهتمام، لأنه كانت تنقل للناس، مش شرط اللي هي موجودين في عمان، حتى في خارج عمان، لأن أغلب يعني رواد التواصل الاجتماعي عندهم ناس يتابعون من خارج عمان. صحيح. طيب أحمد، هذه الحملة مرت بمراحل مختلفة، نتحدث عن هذه المرحلة الأولى كانت صلالة تستعد. المرحلة الثانية الاسم ما تحدد في البداية، عشان قلنا شوي، لأن بس أنا قبل لا ننتقل للمرحلة الثانية في نقطة مهمة.
الحملة جه انتقادات. طيب من كانت الانتقادات من؟ وأنا هنا يعني كدوري يمكن في نوعية الأشخاص المنتقين، على أي أساس تم انتقاء هؤلاء الأشخاص ليكونوا منضمين داخل هذه الحملة؟ أغلبهم لما سمعوا بفكرة الحملة، يعني الفكرة بدت هي مبادرة أصلاً. أيوة هي مبادرة بدت من واحدة من الأخوات اسمها منى المعشني، هي نفس الشيء في وسائل التواصل الاجتماعي من رواد وسائل التواصل الاجتماعي كانت فكرتها في البداية. بعدها نزلوا إعلان وسووا حساب في الانستغرام وفيديو كذا، البعض حتى من اللي عندهم متابعين بمئات الآلاف بنفسه بادر وجاء قال أنا صراحة أريد أشارك معكم لأنه أحس أن هذا واجب وطني مجتمعية. أيوة وأنا أقدر أقدم، يعني هذا المجال الوحيد يمكن أقدر أنا أخدم فيه القضية أو المشكلة اللي صارت. فهنا أنا أوضح صورة، من كان يعتقد أن يعني أن الحملة كانت فقط من أجل إبراز أنفسنا غلطان، أو من أجل أنه نصعد على بعض القضايا المجتمعية ونطلع فيها هذه بعد أيضا غلطان. بس نوضح النقطة ليش، لأن الحين أنا كشخص عندي متابعين، أنا إيش سويت؟ أنا رحت هناك ونقلت الصورة لمتابعيني والناس الثانيين الصورة اللي موجودة. طيب أنا إيش استفدت؟ هل أنا استفدت متابعين أكثر؟ لا، أنا ناقل الصورة للمتابعين اللي هم أصلا يتابعوني. نعم. فكانت هي الفكرة، فانتقادات كانت هذه بعض النقاط اللي كانت بانتقادات. طبعا ما في عمل سواء ناجح أو فاشل إلا وفي منتقدين. طيب كيف يعني الحين أنتوا في نهاية الحملة ولا؟ نحن في المرحلة الثانية الحين من الحملة. المرحلة الثانية. المرحلة الثانية المسمى اختلف، كان المسمى في البداية صلالة تستعد، فما حطينا حتى المسمى صلالة مستعدة على أساس بس ما يكون في خلاف في هذا الموضوع، فصارت يعني أخت السحاب، مقصود فيها صلالة أخت السحاب. فالمرحلة الثانية راح تكون هذا الأسبوع. جميل. راح يروحوا نفس الشيء مجموعة من رواد التواصل الاجتماعي، وفي ناس أيضا يعني مشاركين من خارج البلد، يعني من السعودية ومن البحرين، يعني هم من الأسر الحاكمة بعد في هناك، يعني في الشيخ خلود آل سعود والأميرة أيضا نورة آل خليفة بيكونوا انضموا كمتطوعات في الحملة هذه. نعم. إنهم راح يشاركوا، راح يروحوا نفس الشيء يغطوا لمتابعينهم ايش اللي موجود الحين. الفكره ايش؟ الفكره هو الترويج الحقيقي للسياحه. نعم. انه ايش موجود في صلالة، ايش الاماكن اللي ممكن تزوروها، ايش يعني والطرق وكل، يعني ينقلوا صوره واقعه ايش كيف صلالة الان. نعم. طيب المرحله الاولى كيف قيمتوها؟ المرحله الاولى كان يعني المرحله الاولى قبل كل حاجه عملت ضجه ايجابيه كبيره، وجزء منها كانت البعض اللي انتقدوا. طبعا لما واحد ينتقد يخليك الناس يروح تدور عنك، فكان يعني فيها ايجابيات اكثر. تقريبا نحن في ثالث يوم من الحمله حسب الاحصائيات يعني اللي سجلوها بالتواصل مع احد الشركات يعني الاتصالات في عمان، ان الهاشتاج وصل الى كم؟ تقريبا وصل الى 4 مليون متابعه لمده 3 ايام، فكان يعني إقبال جدا رائع. الجهات أيضا يعني اللي حبت وكانت يعني متابعة الموضوع ومواصلة فيه، وجزء من النجاح أنه صار فيها مرحلة ثانية. نعم. لو كانت فشلت المرحلة الأولى ما كانت في استمرارية وفي مرحلة ثالثة. نعم. المرحلة الثانية مثل ما ذكرت أخت السحاب راح تكون الأسبوع الجاي، أنه ينقلوا الصورة اللي موجودة هناك، يزوروا أماكن يمكن البعض خاصة لما يكون عندنا الناس من خارج السلطنة يكون في أصلا يتابعون ناس من خارج السلطنة أصلا. صحيح. فإيش يصير هنا؟ أنه يغطوا الأماكن اللي ما عمرهم شافوها عن صلالة، ما شافوا ما يعني ما زاروها. المرحلة الثالثة الفكرة كانت مع بالتنسيق مع مجموعة عمان رايدرز اللي هم يعني عندهم دراجات، تيم كامل فريق كامل للدراجات بالتنسيق معاهم. هذه المرحلة راح تكون انه الرحلة اصلا تبدا بر، وهم عندهم طريق بحري يعني يسلكوا وفي مناظر جميلة جدا، فالتغطية راح تبدا من هناك. جميل. لين يوصلوا صلالة التغطية راح تكون معاهم مختلفة، لان الموضوع على دراجات وعلى كذا، وفريق هو اصلا هذا الفريق دائما يدعم السياحة الداخلية ويغطي الاماكن السياحية. فهذه هي المرحلة الثالثة. جميل. طيب احمد كيف تحرصوا على انه يكون المحتوى يعني متنوع لتقدمونه في الترويج السياحي لصلالة خاصة؟ هو دائما يكون ايش عن طريق انه في البداية نوزع كفرق. يعني يكون في حتى لما نوصل هناك يكون في فرق، وكل فريق في قائد. نحاول حتى في لجان موزعة، هذه اللجنة الإعلامية، هذه اللجنة اللي راح تعنى بكذا، هذه اللجنة اللي بترتب الأمور، هذه اللي ترتب السكن، وهذه النقل بهذا الشكل. نعم. فالتنوع في الطرح يكون أولاً التنوع موجود في الأسلوب.
جميل. كل شخص يمتاز بأسلوب معين، هذا ممثل، هذا إعلامي، هذا ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا يقدم مثلا ممثل في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التنوع الأول. التنوع الثاني أن الفرق راح تتوزع بحيث أنها تغطي أكبر يعني أكبر قدر ممكن من الأماكن اللي ممكن الناس راح يقدروا يوصلوا لها. نعم. طيب مدى حاجتنا اليوم لحملات مشابهة تحت ظل مؤسسات معنية للترويج السياحي؟ والله نحن يعني في حاجة، مثل ما قلنا أن المردود السياحي كبير جدا، ونحن يعني وحملة صلالة تستعد كان لها الدور. الحين في حملات جديدة طلعت، وأنا وهي ونحن لصلالة بعد. أيوة لصلالة طلعت حملات جديدة لصلالة. نحن قلنا الحمد لله أنه حفزتوا البعض. أيوة كان في صلالة تستعد لها دور، وعلى فكرة في حملات من الناس اللي يعني ما ذكر انتقدوا الحملة. ففكرة حلوة جميلة أن الواحد يسن سنة حسنة والناس يقلدوه، أو أن الواحد يذكر فكرة طيبة ويخدم المجتمع والناس. يعني هذا التنافس، باختصار هذا التنافس في الخير. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جميل، كل التوفيق لكم. شكرا على وجودك اليوم أحمد مراد البلوشي، ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا. شكرا.